دير بالضبط حنا ما غاديش نجاوبوا. غادي ناخذوا محمد من فاس. محمد اللي هو متزوج عنده الدخل ديالو 6200 درهم، هذا هو الدخل الشهري، ولكن عنده بريمات استاذ محمد بن ساسي اللي كيشدها كل 3 شهور واللي كيشدها سنويا الى اخر ذلك، ولكن اللي كيكون عنده ما كيبقى حتى حاجه ما كتبان. نعم ما كيبان والو. السلام عليكم سي محمد. السلام عليكم. الله اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ بارك الله فيك. تفضل. نعم لا انا عيطت للدكتور بن ساسي على ود المساله كما شرحتي دابا، سي كو اللي تنصورها صراحه تنكون حاسبه باش نزريها مع راس الشهر. يعني عندي واحد المدخول اللي هو ضاغيه حتى دابا نقدر نشد نقدر نشد 6200 درهم، نقدر نشد 9000 درهم، نقدر نشد 10000 درهم، ولكن تنسمع كل شهر هادو يعني عندي فاريابل. لا عبلاتي 6200 درهم قاره، هذه قاره. اها وبالنسبه للبريمات يوصلوا حتى ل 9000 حتى 10000 درهم شهريا. اي ولا لا 9000 درهم 10000 درهم مع 6000 درهم، يعني ماشي 10000 درهم بوحده ديال البريم. هكاك اذا بالمجموع ديال السالير زائد البريمات كيقدر يوصل 9000 10000 درهم. اي يقدر يكون 6200 درهم ديال الباز زعما كانش الفوندمون مزيان. اذا انت كدير ديك الفكره ديال ان بقدر ما كيتزاد الدخل بقدر ما كتزاد النفقات. بالضبط. يعني لما كيتزاد لك شي شي دخل كتفتح ليه الباب فين تصرفوا. بالضبط. الا سولتك السي محمد شنو هو الهدف ديالك في العام اللي جاي مده سنه؟ انا عندي واحد الهدف اللي هو 3 سنين، ولكن حتى دابا زعما كنحس راسي فشلت انني نوصل ليه، وانني ندير واحد المشروع ديالي الخاص. واخا عندي واحد المراكعه. هذا الهدف هذا الهدف واضح عندك عارف شنو هو؟ كاتبه ولا ما كاتبوش؟ لا كاتبه عندي راس واحد الناس كاتب فيه. مزيان راسم ليه تاريخ الفتره اللي يصبح هذاك المشروع ولا هذاك الفكره ما تبقاش فكره تصبح واقع، راسم لها شي تاريخ معين؟ في التاريخ. ها؟ التاريخ اللي كنت راسم. اذا كنتي راسم داك التاريخ واخا. خذ المساله الثالثه، واش على الارض واش كنتي يوميا كتحس كاينه شي خطوات عمليه اللي كتقربك من الهدف؟ فعلا كانت خطوات عمليه. اعطيني خطوات عمليه بحالاش. الخطوات العمليه هو انني كنت غادي نحل واحد المحل ديال الماكله. مشيت حتى مؤخرا هذه واحد العام مشيت للصين. باش نشوف واش نبدا شي بيزنس، ولكن الصراحه وقع لي واحد بقيت شاك وخديت واحد لو ريكول، يمكن الخوف يمكن نقلت التجربه زعما ما تنديرش داك لو با. لا واش هذا عنده علاقه بالمشروع اللي كنتي كتحلم ديرو اللي كنتي كاتبه؟ بالضبط. نعم. هذه اول محاوله عمليه قمتي بها؟ نعم. ودرت واحد المشروع صغير ديال الحوايج ولكن ما كملتش فيه بحيث كانت الشريك ديالي تراجع، يعني ما كناش تبحنا مزيان. لان المشروع ديالك كان كيتوقف على واحد الشخص. بالضبط. يعني هذه كلها عوامل ديال الضعف. هو بشكل عام السي محمد المشروع كاتبه شيء جيد، رقم زوج راسم له واحد التاريخ رائع، كونه ما تحققش في اول محاوله هذه ماشي نهايه العالم. وانت كسمع معنا خديجه اللي غدا نعرفوا منها بعض التفاصيل حول كيفاش روضت الفكره، كيفاش الخطوات اللي قمت بها. اي فكره بغيتي تنفذها على ارض الواقع كن مستعد لواحد المساله اساسيه. هما كاين ثلاثة العناصر ذكرنا بهم مرات ومرات ومرات، واحد وجود الرؤية، داش سولتك واش كاتبه، واش محدد التاريخ، واش كتشتغل على البيدجي، واش كتوفره، هذه من بين الأشياء اللي غادي تخليك توفر وتتطرف ذاك البريمات بالخصوص بطريقة مختلفة. هذا المشروع تاعك كيطلب أن بيدجي، خاص ضروري عمليا نقاش شهريا شهر بعد شهر هذاك البيدجي كيتنمى كيزيد. رقم جوج هو الشغف، هذاك المجال اللي انت غادي تشتغل فيه تكون كتهواه، تكون عزيز عليك، تكون كتحبه. رقم ثلاثة هو انك تنضبط. الانضباط شنو هو باش نعرف راسي منضبط ماشي منضبط؟ كيدوز الشهر كيدوز الشهرين كنشوف راسي واش نقرب ولا ما كنقربش، لقيت راسي ما تنقربش وما كندير حتى شي خطوة لست منضبطا. بالتالي وحدة من زوج، غير اما ننسحب من المشروع وما نبقاش نفكر فيه، واما ناخذ الامر بجدية. طبعا الا كان عندي فعلا باغي ندير عمل مستقل وفعلا عندي هدف وباغي نوصل له، ما عنديش خيار الا هالثلاثة هادو، الرؤية الشغف الانضباط.
شكرا لك محمد من مدينة فاس. احنا دائما مع برنامجكم اليومي كي داير مع المصروف، البرنامج الأسري بامتياز، البرنامج اللي دائما كيساعد كيساعدنا جميع طبعا على تدبير الميزانية ديالنا والمصروف ديالنا وتدبير الوقت ديالنا، أيضا تدبير العواطف ديالنا. هادشي كامل رفقة الكوتش اللي غادي نقول له على السلامة اللي جانا مدينة أكادير. السلام عليكم أستاذ بن ساسي، وعليكم السلام. ديالك الله يسلمك أختي سهام، أش أخبارك؟ بخير الحمد لله. كيسلموا عليك الناس ديال أكادير. مرحبا بسلام ممكن بجملة وتفصيلة، وكنحييهم من هذا المنبر وكنشكرهم على حسن الضيافة والتجاوب والتفاعل الرائع. وما كاينش مناسبة إلا يقول لك سلمنا على الأخت سهام، ديك الأخت بعد يقول لك الأخت اللي معاك سميتها سهام محمدي. مرحبا بسلاموم، تحية لك إبراهيم هضيبي في الإخراج، وتحية لكل أوفياء برنامج كيدير مع المصروف. وكما ذكرنا اليوم الخميس اليوم الاستوديو عندنا منور أستاذ بن ساسي. منور بشكل كبير جدا، طافي الضوء وإنما هو في النور. مرحبا بك اليوم. شكرا. كتشرفنا بالحضور كحرق المراحل الأستاذ محمد بن ساسي. مرحبا بك. وإنما هي كتهضر داكشي بلاتي نقدمو الضيفة ديالنا. مرحبا. اليوم معنا ضيفة اللي جاتنا من منطقة عين سبا هنا بمدينة الدار البيضاء، للا خديجة الراوي اللي كنرحبوا بها وكنقولوا لها نورتي وشرفتينا في البرنامج، برنامج كيدير مع المصروف. بارك الله فيك أخت سهام، وشكرا لكم، وشرف كبير لي أنني نكون بيناتكم اليوم إن شاء الله. شكرا بزاف. الشرف لنا، وطبعا الحضور ديالك اليوم يعني أستاذ محمد بن ساسي هو اللي تقاسم التجربة ديالها، اللي هي تجربة متميزة، تجربة نقدر نقول بأنها راحلة من الرواحل ما شاء الله، جات تقسمها مع المستمعين الكرام. لما كنت كنوع للتجربة نرجعوا لسنوات الوراء باش نبينوا الأهمية والقيمة ديال التجربة ديال كل واحد فينا، وأن كل واحد فينا عنده الإمكانية وعنده القدرة وعنده الاستطاعة وعنده الخيال وعنده كل اللي يبغى باش يصنع تجربة دياله خاصة. وبالتالي شنو هو الفرق ما بين تجربة وتجربة؟ شنو الفرق ما بين البصمة ديال كل واحد والآخر؟ كل واحد فينا عنده شكل باش يخلي هذه البصمه هذه، وعنده شكل باش يبدع، وعنده شكل باش وانا متيقنه انه ابتداء من اليوم كل شيء غادي نبداو نرجعوا للتجربه ديال خديجه الراوي. كي دارت خديجه الراوي؟ شنو التجربه ديالها؟ كيف دارت؟ كيف قدرت انها ما تبقاش في ما نحرقش المراحل في الحقيقه؟ تماما. والناس كيتذكروا عدد من التجارب اللي بقى الان كتلهمهم، وذكروا فاش الاسبوع او الموز اللي كنا خصصنا واحد الحصه كون شخص ملهم. كنا تكلمنا في واحد الحصه وكنا نلحوا على هذه العبارة، كن ملهما. واحدة من بين وسائل الإقناع أن تكون شخص ملهم. شخص ملهم هو الشخص اللي كلامه سلوكه مبادراته أفكاره تتخليك فعلا أنك تفكر بطريقة مختلفة، وهذا من بين نقدر نقول الإضافات والوظيفة ديال التجربة اللي كانت قسموها في برنامج كدير مع المصرف. مرة أخرى خديجة مرحبا بك معنا. وأنا غادي نسولها نقول لها شكون هي خديجة الراوي وعلاش اليوم حضرت معنا في البرنامج. احنا عارفين علاش، وإنما الإجابة على التساؤلات ديال المستمعين الكرام. تفضل لالا خديجة. شكرا أختي سهام. خديجة الراوي واحد إنسانة بسيطة اللي عندها طموح وتمنت أنها تحقه وحقاته، يعني تحقيق دياله ماشي سهل صراحة، ولكن كانت واحد المجموعة ديال المراحل اللي مريت منها فيها الصعيب وفيها السهل، وحتى وصلت لهذه المرحلة الحمد لله. أنا من منطقة أسفي، لوريجين ديال جمعة سحيم، اللي جيت لهاد المدينة باش نكمل الدراسة ديالي باش نحقق مستقبلي ونكمل الدراسة ديالي. والحمد لله داكشي اللي وقع فعلا، يعني كانت بداية مسار دراسي، قريت بديت الخدمة ديالي الحمد لله، ووصلت لواحد المرحلة لواحد الفترة اللي لقيت راسي بأنني خصني ندير مشروع ديالي، وهذا كان الحمد لله يعني بالتوجيهات والإرشادات ديال الأستاذ بن ساسي والفضل ديال الأصوات. يعني البرنامج كي داير مع المصروف عنده
عنده فضل كبير عليا يعني فضل باش نولي انسان يعني اللي كتفكر انها دير مشروع ديالها. فالبدايه يعني كان استماع البرنامج كان حافز ليا انني نفكر انني نقوم بالمشروع ديالي. وتوجيهات ديال الاستاذ بن ساسي راه كانت فعاله الحمد لله، وهذه شهاده كنعتز بها. ومن خلالك لا خديجه الراوي، انا كنحيي جميع المسفيويين الناس ديال عبده، وانا كنشوف التعليقات كيقولوا تبارك الله على الناس ديال عبده التعليقات في الفيسبوك. تحيه لكم، حنا دائما معكم مباشره على اصوات. نذكر برقمنا للتواصل معنا، وما نساوش انه في نهايه ديال كل يوم خميس فاحنا كنعطيو قسيمه شراء وكنقدموا قسيمه شراء لكل شخص قسم معنا التجربه ديالو عن قرب، وكانت تجربه متميزه. قسيمه شراء القيمه ديالها 1000 درهم. نذكروا برقمنا استاذ بن ساسي، هي 05 22 77 24 24. اذا 05 22 77 24 24. في انتظار انا ناخذ الاتصالات ديالكم. ايضا عندنا تجارب رائعه اللي وصلتنا عبر الواتساب اللي هو 06 33 120 601.